لكم مرة تانية. والحقيقة معنا خبر لطيف جدا عن مكتبة الأسكندرية اللي أصدرت فيلم الكنيسة المعلقة، وده من خلال السلسلة الوثائقية عارف. بيتناول الفيلم قصة وتاريخ واحدة من أقدم كنائس مصر، وهي الكنيسة المعلقة المعروفة بالاسم ده. لأنها ليه هي معروفة بالاسم ده؟ لأنها هي مشيدة فوق الحصن الروماني بمصر القديمة، حصن بابليون، أو زي ما أطلق عليه زمان قصر الشمع، زي ما كلنا سمعنا عنه زمان، واللي تم بناؤه في نفس موقع واحدة من محطات رحلة العائلة المقدسة. وتم تشييد سقف الكنيسة الخشبي على شكل سفينة نوح، وبتشتهر الكنيسة بالتناغم الحي ما بين العمارة والقيم الروحانية في بقعة بتتلاقى فيها الأديان السماوية على أرض مصر. بيجي الفيلم ده من ضمن سلسلة أفلام عارف أصلك ومستقبلك، واللي تم تدشينها يوم 21 يوليو 2024 في إطار فعاليات معرض مكتبة الأسكندرية الدولي للكتاب. وهي سلسلة أفلام وثائقية بتصدرها مكتبة الأسكندرية، وبتتناول التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم. طيب للتعليق على الموضوع ده معانا على التليفون دكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي في مكتبة الأسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه وانا بقول الخبر كنت سعيده جدا بفكره الفيلم وبفكره ان احنا يعني بنهتم بتراثنا. الفيلم ده هيتم عرضه في المكتبه بس ولا هيتعرض في اماكن ثانيه ومحافظات ثانيه؟ لا يا فندم، هو فيلم الكنيسه المعلقه هو الفيلم رقم 38 من سلسله افلام عارف. سلسلة أفلام عارف هي سلسلة متاحة بنسميه الريلز أو الشورت. الهدف منها مخاطبة الشباب والنشط بالتعريف بالتراث المصري. جميع الأفلام دي متاحة على موقع المكتبة، يعني اللي هيدخل دلوقتي على عارف، على صفحة عارف جوه من صفحة المكتبة هيستمتع ب 38 فيلم. 38 فيلم. مدة الفيلم قد إيه يا فندم؟ من دقيقتين إلى ثلاثة. وبيكون شامل كل حاجة، يعني اللي يتفرج على الفيلم يقدر يعرف أكتر عن القصة. بص يا فندم، ده اللي احنا بنسميه السهل الممتنع. ان احنا نصل في الوقت ده اللي هو دقيقتين او ثلاث دقايق، لان هدف السلسلة مخاطبة النشأ والشباب. تمام. مع وجود معلومة مشوقة مع إطار سريع في عرض المعلومة. وده يمكن ومعروض قدامنا على الشاشة فعلا، وبيوصل بقى رسالة سريعة في بس دقيقتين. هل بيكون في تعليق صوتي ولا هو صورة بس يا فندم؟ لا يا فندم، عندنا تعليق صوتي بالعربي، عندنا سبتايتل انجلش وسبتايتل فرنش. تمام، يعني هو بيتقال بالعربي وبيكون مترجم من تحت بالانجلش وبالفرنش. مظبوط. وان شاء الله احنا دلوقتي شغالين بعد ما تم تدشين السلسلة ان يكون عندنا مترجم بلغة الإشارة، لأن المكتبة بتحرص على وصول الثقافة معلومة لجميع فئات المجتمع. تمام. طب يعني أنا ممكن أعرف من حضرتك، أنا مش عارف، أنت ممكن تصلح لي، هل نوعية الأفلام دي ممكن تشارك في محافل دولية أو في مهرجانات دولية، ولا طبيعتها إن هي دقيقتين وثلاث دقايق أو شورت ريل زي ما أنت قلت بتخليها لا ما تدخلش في المهرجانات دي؟ لا يا فندم، من جميع أعمال المكتبة، طبعا المكتبة هي محلية وإقليمية ودولية. احنا علشان كده حريصين ان بيبقى عندنا باللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية في مهرجانات خاصة بهذه النوعية من الافلام. يعني ممكن نشوف السلسلة دي ضمن فعاليات مهرجانات دولية. نتمنى يا فندم، وان شاء الله احنا السلسلة، احنا الخطة بتاعتنا انها 100 فيلم. 100 فيلم. 100 فيلم. اول مرحله 100 فيلم. احنا وصلنا احنا بقالنا حوالي سنه ونص، احنا اطلقناها او دشناها لما وصلنا للفيلم 36 في معرض كتاب زي ما حضراتكم واشرتوا. واحنا شغالين، احنا عندنا ان شاء الله في خلال كل اسبوع او 10 ايام بيطلع منتج جديد. والله الحقيقه دكتور ايمن، هو مجهود رائع واتجاه كويس جدا، فكره ان احنا نستقطب فئه الشباب ونحاول ندخل لهم من الاتجاه بتاعهم، وهي الريلز والحاجات السريعه اللي هي والشورتس الحاجات اللي هم متعودين عليها.
دي حقيقه بالظبط. فمجهود اكثر من رائع. دكتور ايمن سليمان مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبه الاسكندريه، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وخلينا نقول وننوه فعلا يعني فكره، هو ده التوجه اللي بنتكلم عليه، فكره مواكبه العصر ومواكبه التطور ومواكبه التكنولوجيا والسوشيال ميديا وتقديم سرعة. المعلومه في كبسوله سرعة. زي ما بيقولوا سرعة. يعني الواحد اصلا لما بيلاقي بوست على الفيسبوك سكرول. طويل وكتابه كتيره كده خلاص بيسكبت بيمشي وبيشوف حاجه تانية سريعه. فكره ان احنا نقدم معلومه مهمه في ريلز سريعه هو ده اللي بيتشاف اكتر وده اللي بيكون فيه اهتمام صح. اكتر، وخصوصا ان احنا محتاجين نوصل المعلومه سريعه ومهمه. يعني كل التحيه الحقيقه لكل القائمين على هذا العمل الجميل. هنعمل ايه دلوقتي؟